أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بيني بعد أكل لحم الإبل، هل اللحم فيه شيء؟ نهانا توضأ إذا شربنا لبن الإبل، جزاكم الله خيرا. أما اللبن والمرق والشحم فهذا لا يوجد الوضوء، أما اللحم لحم الإبل فإنه يوجد الوضوء على الصحيح من قول العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة أمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، أما الحكمة في ذلك والسر الله أعلم، الله أعلم ما هو السر في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.